بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في النكاح نوعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. لما انتهى من شروط النكاح انتقل إلى بيان الشروط في النكاح. فرق بينهما أن شروط النكاح هي الشروط التي تتوقف صحة العقد عليها، وأما الشروط في النكاح فهي الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر مما له فيه نفع. نعم. والشروط في النكاح نوعان. نعم. صحيح. نعم، الشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر في النكاح على نوعين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الفاسدة نوعان كما يأتي. شروط الصحيحة، نعم، صحيح كشرط زيادة في مهرها. نعم، إذا شرطت عليه مهرا، إذا شرطت عليه مبلغا محددا من المهر وجب عليه ذلك، فإن لم يفي به فلها الفسخ، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وأعظم الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج. إذا شرطت مبلغا معينا من المهر، المهر الأصل أنه لا يحدد، الأصل أن المهر غير محدد، يقل ويكثر بحسب الأوقات وبحسب الظروف، فلا حد لأكثره ولا حد لأقله ما دام أنه فيه انتفاع. فلو كان قليلا وفيه نفع صح، كالنعلين مثلا والخاتم وما أشبه ذلك، ما فيه نفع ولو قل يصح أن يكون مهرا. وكذلك ما كثر، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ليس له. لكن الأفضل والذي رغب فيه الشارع تيسير المهر، تيسير المهر هذا رغب فيه الشارع، لأن تيسير المهر أخف وأدعى للإقبال على الزواج وأيسر للزوج. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فالشارع إنما حث على تيسير المهر، لكنه لم يحدده بحد معين. نعم. صحيح كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك. زيادة في مهرها، زيادة على مهر غيرها، يعني زيادة في مهرها يعني زيادة على مهر أمثالها، على مهر مثلها. نعم. كشرط زيادة في مهرها فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. إذا لم يفي بإعطائها المهر الذي شرطتها عليه في العقد فلها الخيار في أن تبقى معه أو تفسخ النكاح، لأنه لم يفي بشرطها، هذا يبيح لها الفسخ ويجعل لها الخيار لدفع الضرر عنها. نعم. وفاسد. القسم الثاني من الشروط في النكاح شرط فاسد، والفاسد ضد الصحيح، وهو ينقسم إلى قسمين:
إلى فاسد يفسد العقد ولا يصح معه العقد، وإلى فاسد لا يفسد العقد كما يأتي. نعم. وفاسد يبطل العقد، وهو أربعة أشياء. الفاسد الذي يبطل العقد أربعة أشياء: الشغار والتحليل، نعم، وبقية الأربعة. نعم. وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار. الشغار هو الخلو، يقال شغر المكان إذا خلا، وظيفة شاغرة يعني غير مشغولة. وشغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، فالشغار هو الخلو، خلو الشيء، قال مكان شاغر. ومعناه في الشرع أن تجعل المرأة بدل المرأة، يزوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، تجعل المرأة مقابل المرأة، هذا شغار لخلوه من المهر، وهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وذلك لأن هذا يضر بالنساء، تكون المصلحة فيه لوليها، أزوجك على شرط أن تزوجني، فلا يراعي مصلحة المرأة، وإنما يراعي مصلحته هو، هذا باطل لما فيه من الضرر إذا كان خاليا من المهر، جعلت امرأة بدل امرأة. أما إذا كان بينهما مهر، زوجك موليتي على أن تزوجني موليتك، وكل واحدة لها مهر، مهر مثلها، فهذا موضع خلاف. المذهب أنه صحيح لوجود المهر، أنه صحيح لوجود المهر، ولا ضرر عليها في ذلك، لأن الشغار هو الخلو من المهر، وهذا المهر موجود. والقول الثاني أنه باطل أيضا، لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة، ولو كان هناك مهر، لا يخلو من الإضرار بالمرأة. وهذا هو الصحيح، أن الشغار باطل مطلقا، سواء سمي فيه مهر أو لم يسمى، لعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه لا يخلو من الضرر بالمرأة. نعم. والمحلل، النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد، نكاح المحلل. نكاح المحلل، وذلك يأتي في المطلقة ثلاثا، قال تعالى: فإن طلقها، يعني طلقها الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. يحتالون على هذا، يجيبون واحد ما يريد النكاح، وإنما يتزوجها حيلة ليحللها للأول، ولا رغبة له فيها، يتزوجها لأجل أن يحللها للأول فقط، فهذا هو المحلل، وهو نكاح باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار من باب تنقيصه ومهانته، تيس مستعار وليس زوجا، وإنما جيء به الاحتيال على شرع الله، فهذا هو نكاح المحلل. نعم. والمتعة، والثالث المتعة أو المتعة، وهو الزواج المؤقت، كأن يتزوجها إلى شهر
أو إلى سنة، فإذا مضت المدة انتهى النكاح، هذا المتعة. كان مباحا في أول الأمر، كان مباحا في أول الأمر، ثم نهي عنه، ثم أبيح مرة ثانية، ثم نهي عنه نهيا نهائيا، نهيا نهائيا في غزوة الفتح إلى يوم القيامة، لأن النكاح يراد للبقاء والاستمرار، ولا يكون مؤقتا مثل الأجرة، أجرة الدابة أو الدار. فنكاح المتعة باطل بإجماع أهل العلم على ذلك، لأنه منسوخ، وإنما يبيحه الشيعة فقط ولا عبرة بخلافهم، فالإجماع منعقد على تحريمه وبطلانه لأنه منسوخ، ولا يجوز العمل بالمنسوخ، وإنما يعمل بالناسخ. مثلا القبلة كانت الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام، ثم نسخت إلى الكعبة. لو جاء واحد وصلى إلى بيت المقدس صلاته باطلة بالإجماع، لأن هذا نسخ لا يجوز العمل به، انتهى التشريع، تشريعه انتهى. وكذلك الشرائع السابقة قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يبقى على اليهودية أو على النصرانية كافر، لأنه يعمل بالمنسوخ ويترك الناسخ. فالحكم الشرعي إذا نسخ لا يجوز العمل به، لأنه ليس مشروعا، انتهت مشروعيته، ويعمل بالناسخ لأنه هو المشروع، بقاعدة شرعية. فنكاح المتعة وفي غيرها. وما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يجيزه رواية شاذة، ويروى عنه أنه رجع عن ذلك. وعلى كل حال، حتى ولو لم يثبت رجوعه رضي الله عنه، فالإجماع منعقد بدونه على تحريم نكاح المتعة، وإنما هذا اجتهاد منه ولا يوافق عليه. نعم. والمعلق على شرط. نعم، كذلك مثل المتعة المعلق على شرط، كأن يقول إذا دخل الشهر كذا فقد زوجتك فلانة، أو إن جاء فلان فقد زوجتك فلانة، لا يجوز تعليق العقد على شرط، لأنه يراد التنجيز، يراد للتنجيز ولا يقبل التأجيل، إلا إذا علقه على قول إن شاء الله فإنه يصح، لأن إن شاء الله ليست للتعليق، إنما هي للتبرك والتحقيق، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين قصرين رؤوسكم، فإن شاء الله تأتي للتعليق وتأتي للتبرك والتحقيق. نعم. والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. نعم. وفاسد لا يبطله. نعم، هذا القسم الثاني. عرفنا أن المحرم، أن الشرط الذي يبطل العقد، الشرط الفاسد الذي يبطل العقد هو نكاح الشغار، هذا واحد، نكاح التحليل، نكاح المتعة، والرابع المعلق على شرط، والرابع المعلق على شرط غير إن شاء الله. كل هذه أنكحة باطلة لا يصح معها العقد. نعم. وفاسد لا يبطله. النوع الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح ما يفسد في نفسه
ولكنه لا يفسد العقد. نعم. وفاسد لا يبطله كشرط ألا مهر. إذا شرط ما يخالف مقتضى العقد. إذا شرط ما يخالف مقتضى العقد. كأن قال أتزوجها على شرط ألا مهر لها. هذا شرط فاسد. ولكن العقد صحيح لاستيفاء شروطه ويكون لها مهر المثل. ويكون لها مهر المثل. نعم. كشرط ألا مهر أو لا نفقة. أو شرط ألا نفقة لها عليه. هذا ينافي مقتضى العقد. لأن مقتضى العقد وجوب النفقة للزوجة على زوجها. فهذا يفسد وتكون لها النفقة. كلها النفقة والعقد الصحيح ويلغى هذا الشرط. نعم. أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. أو شرطت عليه أنه يقيم عندها أكثر من ضرتها. هذا حيف ولا يجوز. الواجب في النكاح التعدد العدل. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل يكون في المبيت ويكون في النفقة ويكون في السكن. يكون لها سكن ويكون في الكسوة. أربعة أشياء لازم أن الزوج يقوم بهذه الأربعة. أن يبيت عندها ليلتها. أن ينفق عليها النفقة التي تكفيها بالمعروف. أن يسكنها المسكن اللائق بها. أن يكسوها الكسوة اللائقة بها صيفا وشتاء. هذا هو العدل الواجب. ولو شرط خلاف ذلك شرط أنه ما لها نفقة. أنه ما يبيت عندها. أو يبيت عندها أكثر من غيرها. أو أن ليس لها مسكن. شرط أن ليس لها سكن عليه. ليس لها كسوة. هذه شروط فاسدة في نفسها لكنها لا تفسد العقد ولا تلغي ما لها عليه. نعم. أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. أو أقل من ضرتها. المبيت يكون بين الزوجات على حد سواء. ما يبيت عند وحده ليلة وعند الثانية ليلتين أو ثلاث. لا يعدل بينهن. نعم. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. انتهى من الشروط في النكاح. انتقل إلى العيوب في النكاح. العيوب في النكاح على ثلاثة أقسام. عيب يختص بالرجل وعيب يختص بالمرأة وعيب يشترك بينهما. والعيب هو النقص. الذي يؤثر في الاستمتاع. نعم. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. إذا شرط نفي عيب أن تكون سالمة من العيب الفلاني ثم وجد فيها هذا العيب فهو بالخيار أن يبقى على النكاح أو أن يفسخه ويسترجع المهر. نعم. والعيوب سيأتي بيان. نعم. فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع. نعم. نوع مختص بالرجل. نعم. كجب وعنة. جب أن يكون مقطوع الذكر مجبوب أي مقطوع الذكر. هذا خاص بالرجل لأن قطع الذكر إما أنه يمنع الاستمتاع نهائيا وإما أنه يقلل منه.
فتتضرر المرأة هذا الجب. الثاني مما يختص بالرجل العنة، ما يكون عنده رغبة في الجماع ولا فيه شهوة أصلا، ليس فيه شهوة للنساء، عنين ليس فيه شهوة للنساء ولا بين لها هذا، فلها الخيار حينئذ. إذا تبين أنه عنين لها الخيار، ولكن ينظر إذا ادعت أنه عنين وهو ينفي ذلك، إذا وافقها على أنه عنين ما في إشكال أنه لها الخيار، لكن إذا ما وافق بل ادعى أنه ما هو بعنين هذا يؤجل سنة، فإن جامع في أثناء السنة فليس بعنين، وإن مضت السنة ولم يجامع فهو عنين، لأنها مضت عليه الفصول الأربعة، فصول السنة الأربعة، الشتاء والربيع والصيف والخريف، مضي الفصول الأربعة عليه ولم تتحرك شهوته هذا دليل على أنه عنين، فيفسخ حينئذ، لها الفسخ، لها الفسخ. نعم. ونوع مختص بالمرأة، هذا الخاص بالرجل مختص بالمرأة. نعم. ونوع مختص بالمرأة كسد فرج، انسداد الفرج، انسداد فرجها بحيث لا يستطيع أن يسلك الذكر فيه، لا يستطيع العلاج لأنه منسد، لأن فرجها منسد فيه آفة سدته، هذا له الخيار، لأن هذا يلغي منفعة انتفاعه بها بالجماع. نعم. فإذا كان في فرجها عيب يمنع، في فرجها عيب يمنع الجماع فله الخيار. نعم. كسد فرج ورتق، الرتق هو أن تلتصق الشفران، شفراء المرأة يلتصقان بعضهما ببعض، والشفران هما حافة القبل، إذا كان ملتصقين هذا يمنع الاستمتاع. نعم. ونوع مشترك بينهما، هذا الثالث، نوع عيب مشترك بينهما يكون فيه ويكون فيها. نعم. الجنون، وهي الإصابة بمس الجن، يخبل الإنسان بسبب مداخلة الجن له والعياذ بالله، هذا عيب لأنه يخشى على الطرف الثاني من المجنون ويكدر العشرة بينهما، فإذا كانت هي مجنونة أو هو مجنون، يعني يأتي عليه وقت يصرعه الجن أو هي يصرعها الجن في وقت، فهذا عيب له أو لها الفسخ، وله أو لها الاستمرار إذا رغب أي خالف. نعم. وجذام، الجذام هذا نوع من المرض والعياذ بالله، تتساقط منه الأعضاء، هذا الجذام مرض يصيب الإنسان تتساقط منه الأعضاء. نعم. فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول. نعم. ونوع ثالث، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام. نعم. وكذلك البرص، البرص هذا مشترك، يكون في الرجل ويكون في المرأة، وهو عيب، هو عيب ينفر من الاستمتاع، فإذا وجد في أحدهما البرص فللطرف الثاني الخيار، والبرص مرض جلدي، مرض جلدي معروف ليس له علاج، الأطباء ما يقدرون يعالجون البرص، ولذلك كان من معجزة عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأبرص والأكمة، من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فالبرص مرض لا يمكن علاجه،
وهو مرض جلدي، ويكون بياضا هذا هو الغالب، ويكون سواد أيضا، يمكن أبرص بالسواد، فهذا ينفر بلا شك. فإذا وجد في أحدهما فللآخر الخيار. نعم. ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول. يفسخ يعني يستحق به الفسخ إذا وجد ذلك ولو بعد الدخول، يمكن يوم تزوجونهم وهي سليمة أو هو سليم، لكن حدث بعد الزواج للآخر الفسخ، لأن هذا ينفره من الاستمتاع بالآخر. نعم. فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمن. أما العيوب التي لا تمنع الاستمتاع فليس فيها فسخ، مثل العمى، هو أعمى ولا هي عمياء، هذا لا يسوغ الفسخ، لأن العمى لا يمنع الاستمتاع، العمى لا يمنع الاستمتاع. وكذلك عدم الإنجاب، عدم الإنجاب العقم، هذا أيضا لا يمنع الاستمتاع. فالعيب الذي لا يمنع الاستمتاع ليس فيه فسخ. نعم. لا بنحو عمن وطرش. طرش وهو أصقع، ما يسمع، هذا ما يمنع الاستمتاع. الأصقع هي جامع، والصقع تجامع، لا يمنع. نعم. وقطع يد أو رجل كذلك، هذا لا يمنع إذا فقد منه عضو، يد أو رجل، هذا لا يمنع الاستمتاع، كالعرج ونحو ذلك. نعم. لا بنحو عمن وطرش وقطع طرش. طرش. لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. إلا بشرط، إذا شرط السلامة عند العقد، إذا شرط أحدهما أن الآخر سليم من العيوب الجسمية، أوجد شرط فوجد عيب لا يمنع الاستمتاع، لكنه شرط، أنه شرط عدم ذلك، فله الخيار. نعم. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم. نعم. فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. إذا مضت عليه سنة ولم يستطع الوصول إليها وهي مدعية عليه بالعنة، فهذا يصدق قولها فلها الفسخ. نعم. وخيار عيب على التراخي. خيار العيب ما يقال أول ما تعلم بالعيب تختار ولا يسقط خيارك، لا، متراخي خيار العيب، متراخي، متى ما أراد الطرف الذي لا يريده الفسخ يفسخ، ولكن لا بد من حكم الحاكم، لأن العيوب تختلف، فلا بد من حكم الحاكم بأن هذا عيب وأنه يستحق الفسخ. نعم. بريرة لما عتقت، بريرة رضي الله عنها لما عتقت تحت مغيث، كان متزوجين وهما مملوكان، ثم عتقت بريرة وهو بقي في الرق، النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، فاختارت الفسخ، لأنها لا تريد البقاء تحت مملوك، اختارت الفسخ، ففسخها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه على التراخي، أن الفسخ بموجب العيب أنه على التراخي للمبادرة. نعم. لأنه لإزالة الضرر. نعم. وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا. يسقط الخيار بما يدل على الرضا، كأن يقول رضيت بها وهي كذا، أو تقول هي رضيت به وكذا، أسقط خياره، أو مكنته من نفسها بعد علمها بالعيب، هذا يسقط الخيار أيضا. نعم. وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول. لا في عنة
لا يسقط الخيار بالعنة إلا بالقول بأن تقول رضيت به عنينا. نعم. ولا فسخ إلا بحاكم. لا فسخ في هذه العيوب إلا بحاكم لقطع النزاع بين الطرفين، فيرفع أمرهما إلى الحاكم، الحاكم يتحقق من ذلك يتثبت، ثم بعد ذلك يحكم بالخيار لمن يستحقه، لأن هذا بحاجة إلى سؤال الأطباء وبحاجة إلى سؤال أهل الخبرة. نعم. تثبت من وجوده. نعم. ولا فسخ إلا بحاكم. نعم. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر. إذا فسخ أو فسخ بالحاكم قبل الدخول، عقد عليها ثم تبين أن بها عيبا يبيح الفسخ، أو به هو عيب يبيح لها الفسخ، ثم حصل الفسخ قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول، فليس لها مهر، ليس لها مهر، لأنه لو تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول ليس لها مهر. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس عليها عدة وليس لها مهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم. هذا في الذي ليس بها عيب له النصف، لكن اللي فيها عيب لا، ليس لها شيء. نعم. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، وبعده لها المسمى يرجع به على مغر. وبعدها إذا فسخ بعد الدخول وقد سمى لها مهرا، فلها المهر المسمى، لأنه دخل بها والدخول يقرر المهر من قبل أن تمسوهن، فدل على أنه إذا مسها تقرر لها المهر بما استباح من فرجها، ويرجع به على من غره، على وليها أو على من غره بها ولم يبين العيب. نعم. ويقر الكفار على نكاح. دخل الآن في باب جديد، هو رحمه الله يدخل في الأبواب دون أنه ينبه يقول باب كذا وباب كذا. نكاح الكفار ما حكمه؟ الكفار ما حكمه؟ إذا دخلوا تحت حكم المسلمين، كفار دخلوا تحت حكم المسلمين أو لم يدخلوا تحت حكم المسلمين، نقول لا نتعرض لأنكحة الكفار على أي صفة كانت، ما نتعرض لها، لأن الله جل وعلا قال امرأة فرعون، وقال في أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، مع أنهما كافران سماها امرأة له، فيقرون على عقدهم الذي مشوا عليه ولا نتعرض له. نعم. ويقر الكفر. وأولادهم شرعيون، أولادهم يكونون شرعيين، الولد للفراش. نعم. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. هذا إن كان أنكحتهم تتوافق مع شريعتنا هذه ما نتعرض لها أبدا، أما إن كانت تخالف شريعتنا فهذا ننظر فيه بشرطين، الشرط الأول أن يترافعوا إلينا، وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إن جاءوك إذا ترافعوا إلينا ننظر فيها. والشرط الثاني أن يعتقدوا صحتها فيما بينهم، إذا اعتقدوا صحتها فلن تدخل فيها. نعم. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته.
نعم، إن اعتقدوا صحته يقرون على ما اعتقدوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لأنكحة الكفار الذين أسلموا تحتهم زوجات، هم وزوجاتهم أسلموا ولم يتعرض لهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا؟ إذا أسلم الزوجان جميعا والمرأة تباح له وقت إسلامهما، لأنها أجنبية منه وشروط النكاح متوفرة فيها، فإنهما يقران على ذلك، على نكاحهما. ولا نسأل كيف تم العقد، ما نسأل عن هذا، ما كلفنا بهذا. كان الناس يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم وزوجاتهم ولم يتعرض لأنكحتهم. أما إذا أسلم، إذا أسلم هو ولم تسلم هي أو بالعكس، فإنه ينتظر إن كانت تحل له إذا أسلم فإنهم يقرون كما سبق. أما إذا تأخر إسلام أحدهما عن الآخر فإنها ينظر في العدة، ينظر في العدة. إذا انتهت العدة ولم يسلم زوجها فإنها تفصل منه، فإنها تفصل منه إذا أسلمت هي ولم يسلم زوجها، منع منها وينتظر تمام العدة. فإذا تمت العدة ولم يسلم فإنها تفصل منه، لأنها لا يجوز أن تبقى مسلمة تحت كافر. أما إذا كان العكس، هو الذي أسلم وهي لم تسلم، فإن كانت كتابية يبقى على نكاحها، وإن كانت غير كتابية ينتظر تمام العدة، ثم إذا تمت العدة ولم تسلم فإنه يفرق بينهما. الله جل وعلا قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. باب الصداق. الصداق هو المهر، الصداق والمهر والأجور، سماه الله أجرا وسماه صداقا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويسمى مهرا، وهو المال الذي يدفعه الزوج لزوجته بموجب العقد. لا بد من المهر. وهذا الحكمة والله أعلم في فرضية المهر في النكاح، إكرام للمرأة، فلا يستبيحها بدون مهر، ففيه إكرام لها واحترام لها. نعم. باب الصداق يسن تسميته في العقد. الصداق يلزم بموجب العقد، سمي أو لم يسمى، لكن يسن أنه يسمى في العقد. إن يقول: زوجتكها على مهر كذا وكذا، فيقول: قبلت هذا النكاح بهذا المهر المذكور. هذا سنة، ولو لم يسمى في العقد فلا بأس، وهو صحيح. نعم. يسن تسميته في العقد وتخفيفه. ويسن تخفيفه، تيسيره، ولا حد له قلة ولا كثرة، لكن يسن تخفيفه وتيسيره. نعم. لأنه إذا تضخم يثقل الزوج ويكره الزوجة إليه عند أدنى مخالفة. أما إذا كان المهر يسيرا فإنه أسهل على الزوج وأيسر للزواج، ويحبب المرأة إلى زوجها، فينبغي تيسير المهر. نعم. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. كل ما يصح تملكه وينتفع به صح أن يكون مهرا، ك
كقبضة الشعير والنعل والخاتم أو ما هو أكثر من ذلك، كل ما فيه نفع مباح يصح أن يكون مهرا، حتى المنفعة، المنفعة يصح أن تكون مهرا، كأن يتزوجها على تعليمها، يعلمها القرآن، يعلمها الكتابة، يعلمها، هذه منفعة. موسى عليه السلام تزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعاية الغنم، هذه منفعة. يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي 8 سنين، فرعى الغنم 8 سنين، هذا المهر 10 سنين، فهذا مهرها، هذه منفعة. فالمنفعة المباحة يجوز أن تكون مهرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. إذا زوجت ولم يسمى لها مهر، أي تسمى مفوضة، المفوضة هي التي زوجت ولم يحدد لها مهر، لها مهر مثلها، لها مهر مثلها من النساء قريباتها، هذه إذا لم يسمى. أو سمي لها مهر لا يصح، لا يحل، كالخمر والخنزير، ومهر لا يصح ولا يتملك، فهذا باطل، ويفرض لها مهر مثلها. نعم. فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. نعم. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، فلو طلق. نعم، لو تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح ذلك، ويكون مهرا، يكون الألفان مهرا. نعم. تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. نعم، كما سبق، كما قال الله جل وعلا: وإن طلقتمهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. إذا شرط للأب خاصة فهو له، أما إذا قال على مهر لها ومهر لأخيها أو عمها فكله لها وليس لقريبها شيء منه. نعم. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. نعم. ويصح تأجيله. يصح تأجيل المهر، صح أن يكون حالا، ويصح أن يكون مؤجلا إلى سنة، إلى سنتين، إلى 10 سنين، ما يخالف، لا بأس. نعم. يسمونها المؤخر، يسمونها المؤخر، لا بأس بذلك، إذا تراضى لا بأس. نعم. ويصح تأجيله وإن أطلق الأجل، فمحله الفرقة. إذا قالوا مؤجل ولم يحدد الأجل يتمدد إلى الفرقة بالموت أو بالطلاق، آخر شيء يدفع المهر. نعم. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. محله فمحله الفرقة، وتملكه بعقد. المرأة تملك صداقها بالعقد، فلو نما وزاد بعد العقد فلها نماؤه. نعم. ويصح إذا كان معينا لها، إذا كان المهر معينا، كان يقول: تزوجتك على هذا القطيع من الغنم مثلا، هذه الغنم أنتجت، تم العقد وأنتجت الغنم، إنتاجها لها لأنها نتاج ملكها، لأنه يقع تملكها له بالعقد. نعم. ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. التفويض هو التزويج بلا مهر، سواء كان من الأب أو من غيره من الأولياء، هذه هي المفوضة التي زوجت ولم يحدد لها مهر. نعم. ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. وتقدم لنا أنه لا إجبار للبالغة ولو كانت بكرا،
على الصحيح، إنما للأب أن يزوج ابنته الصغيرة التي دون البلوغ، للأب خاصة أن يزوجها إذا رأى المصلحة في تزويجها، إذا رأى المصلحة لها في تزويجها. أما البالغ فليس، البالغ والبكر أو الثيب فليس لأحد أن يجبرها على النكاح. نعم. أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان. نعم، وفي مثل المفوضة التي الذي لم يحدد ما شاءت أو ما شاء فلان من المهر، هذا غير محدد، هذا في حكم المفوضة، لها مهر المثل. نعم. ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول مهر مثلها، يعني لأن النساء يختلفن، منهن من لها مهر مرتفع، ومنهن من مهرها متوسط، ومنهن من هو مهرها منخفض، النساء ليست على حد سواء، فلها مهر مثلها. نعم. ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول العقد، المهر يجب بالعقد، يجب بالعقد، ويستقر تملكها، تملكها له بالدخول. فلو طلقها قبل الدخول عرفتم أنها ما تملك إلا نصفه. نعم. وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر. نعم، إذا عقد على امرأة، إذا عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول فهي امرأة لا تزال ولها عليها عدة الوفاة، عليها عدة الوفاة ولها الميراث، لها الميراث منه، هكذا جاء في الحديث وقضى به الصحابة رضي الله عنهم. بخلاف الفرقة قبل الدخول بالطلاق فليس لها إلا نصف المسمى. نعم. ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. نعم، مهر مثلها، مثلها، ومثلها المراد به قريباتها، قريباتها. نعم. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي إذا طلقت قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول ولم يسمى لها مهر، لم يسمى لها مهر، فلها المتعة، فلها المتعة بأن يعطيها شيئا من المال جبرا لخاطرها، أي سمى ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. لم يكن لها عليه إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره، شيء من المال بقدر عسره أو يسره، شيء من المال تنتفع به. نعم. إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فلها المتعة. نعم. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. إذا كانت المرأة وطئت بغير، بغير نكاح، وطئت بغير نكاح بغير عقد، إن كانت معذورة، إن كانت معذورة بشبهة، وطئها بشبهة مثلا ظنها زوجته في ظلام وهي نائمة، وظنها زوجته جامعها، فلها مهر المثل لأنها معذورة في هذا. نعم. وإن ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة، بشبهة. نعم. أو زنا كرها، أو زنا كرها، أكرهها على الزنا والعياذ بالله، وزنى بها وهي لم توافق، فلها مهر المثل لما استحل من فرجها. نعم. ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، لا أرش بكارة معه. لا أرش، يكفي مهر المثل، ولا يحتاج إلى أرش البكارة إذا كانت بكر. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا للزوجة، للزوجة إذا تزوجها على مهر
إذا تزوجها على مهر ودخل بها فلها أن تمنع نفسها من أن يصل إليها إلا أن تقبض المهر إذا لم يكن مؤجلا، لها ذلك أن تمنع نفسها إلى أن تقبض مهرها إن لم يكن مؤجلا. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. نعم. أما المؤجل فليس لها أن تمنع نفسها منه حتى يحل الأجل. نعم. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. أما إذا تبرعت بتسليم نفسها له ليس لها أن تمتنع بعد ذلك، ليس لها أن تمتنع بعد ذلك. أو كان المهر مؤجلا وحل الأجل لا تمنع نفسها في هذه الحالة لأنها رضيت بالتأجيل في الأصل، رضيت بالتأجيل في الأصل فلا تمنع نفسها، لكن تطالبه بالمهر لأنه حق وجب عليه وتم الأجل فلها الحق المطالبة. نعم. وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. إذا أعسر الزوج بالمهر الحال فإنها ترجع للحاكم، فإذا ثبت إعساره عدم قدرته على دفع المهر فلها الفسخ لإزالة الضرر عنها. نعم. ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطئ في فرج ولو دبرا. يثبت لها المسمى، يثبت لها المسمى في أحوال، إذا مات كما سبق يثبت لها المهر وعليها العدة ولها الميراث، أو قتل، قتل قبل الدخول فلها المهر أيضا. نعم. ووطء في فرج و... نعم. ويثبت ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج. ووطء في فرج إذا دخل بها يعني وطئها تقرر لها المهر كله. نعم. ووطء في فرج ولو دبرا. الخلاف يعني الدبر حرام ولا يجوز، لكن يقولون يقرر المهر لأنه استمتع، لأنه استباح منها واستمتع بها فلاها المهر. نعم. وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه. هل مجرد الخلوة بها يقرر المهر أو لا بد من الوطء؟ خلاف بين العلماء، والمذهب الذي عليه الخلفاء الراشدون أنه إذا خلى بها خلوة يستطيع معها أن يجامعها فلها المهر ولو لم يمسها، لأنه تمكن منها واستباح منها الخلوة والنظر إليها فلها مهر، فلها المهر يتقرر بالخلوة ولو لم يحصل وطئ إذا لم تمتنع منه، إذا لم تمتنع منه أو يكون هناك مانع يمنعه هو الذي قصر ولم يعمل الشيء وهي باذلة فلها المهر. نعم. وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه. مع علمه بها، أما لو أنه دخل بغرفة ظلمة وهي فيها بعد العقد وما درى بها هذه ما هي بخلوة، ولا هو أعمى دخل وجلس يحسبها أنها ما بعد جت وهي موجودة، هذا لا، هذه ليست خلوة لأنه لم يعلم بها. نعم. وطلاق في مرض موت أحدهما. ويثبت المهر بطلاق. وطلاق في مرض موت أحدهما. أي نعم، هذا يثبت المهر إذا طلق وهو في مرض الموت، هذا لا يعفيه من المهر، لا يعفيه من المهر لأنه مثل المتوفى، الذي في مرض الموت مثل المتوفى. نعم. وطلاق في مرض موت أحدهما. ولأنه متهم إذا طلقها في مرض موته هذا لا يمنعها من الميراث ولا يمنعها من المهر لأنه متهم بقصد حرمانها. نعم. ولمس
لمس أو نظر إلى ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما. نعم هذا يقرر المهر إذا لمس على استباحة أو نظر إلى فرجها هذه استباحة توجب عليه المهر ولو لم يطأها. نعم. وتقبيلها كذلك تقبيلها الاستباحة لها هذا يوجب عليه المهر. نعم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول. ينصف المهر كل فرقة من قبله هو الذي فارقها باختياره عليه نصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها. كل فرقة يعني كل فرقة طلاق أو خلع أو نعم. ومن قبلها قبله تسقطه. نعم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول. إذا كانت الفرقة جاءت من قبله قبل الدخول فلا نصفه. أما إن جاءت الفرقة من قبلها هي قبل الدخول فليس لها شيء. الله جل وعلا قال وإن طلقتموهن جاءت الفرقة من قبله. نعم. وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه. تسقط المهر كله إذا كانت الفرقة من قبلها. نعم. فصل. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتراط المرأة طلاق ضرتها. طلاق اشتراط المرأة طلاق ضرتها هل لها ذلك؟ لا يجوز هذا. لا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق ضرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر شارح الكتاب صاحب كشف المخدرات من صور نكاح المتعة أن يتزوج الغريب بنية طلاق المرأة إذا خرج إلى بلده، فهل هذا من صور المتعة المحرمة؟ هذا هو الزواج بنية الطلاق الذي الآن انتشر وأفتى به بعض العلماء. هذا هو الزواج بنية الطلاق فلا يحل هذا لأنه يشبه المتعة، وإن لم يكن متعة فهو متعة منوية. نعم. يقول فضيلة الشيخ يقول قال يقول ذكر شارح الكتاب من صور نكاح المتعة أن يتزوجها الغريب بنية طلاق المرأة إذا خرج إلى بلده. هذا الزواج بنية الطلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في نفس الموضوع يقول هل هناك فرق جوهري بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق، وهل صحيح أنه ثبت أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قد أجاز النكاح بنية الطلاق؟ نعم الشيخ بن باز رحمه الله أفتى بهذا ولم يتراجع، وذكره صاحب المغني أنه مذهب كثير من العلماء الله أعلم، لكن الصحيح أنه لا يجوز لأنه لازم عليه مفاسد. الآن اتخذوه مطية لشهواتهم، لازم عليه مفاسد في العطلة، يسافرون ويتزوجون الكم الهائل من النساء بنية الطلاق، كل ليلة يتزوج وحده وإلا راح الصبح خلاص انتهى. هذا الحقيقة هذا سفاح باسم النكاح والعياذ بالله، فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اتفقت المرأة مع محلل دون علم الزوج الأول. نعم. يقول لو اتفقت المرأة مع محلل دون علم الزوج الأول فما الحكم لو طلقها هذا الرجل؟ كل واحد سواء علم الأول أو لم يعلم، إذا ثبت أنها تزوجت للتحليل إنها لا تحل للأول ولو لم يعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في قبيلتنا المهر لا تستشار المرأة فيه، وإنما والدها هو الذي يحدده وهو الذي يأكله ولا يعطيها منه إلا الشيء اليسير، فهل يجوز لوالد المرأة أن يفعل ذلك؟ نعم للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه، أما أن يضر بها فلا يجوز له ذلك، بل له أن يأخذ من مال ولده وابنه
قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. له أن يأخذ من مال ابنه ما لم يصل إلى حد الإضرار بالابن، أو يأخذ شيء يحتاجه الابن، فالوالد أنه يأخذ من مهر ابنته ومن مال ابنه، نعم، خاصة بالوالد هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من طلبة العلم من يقول إن مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قرابة 40 إلى 45 ألف ريال، وذلك أنه قام هناك من طلبة العلم من يقول إن مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قرابة 40 إلى 45 ألف ريال. ألف؟ نعم. لا، هذا ما هو صحيح. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته مهورهن في حدود 140 ريال ريالات اليوم، ريالات اليوم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا زوج الرجل موليته لرجل بشرط أن يزوج الآخر موليته بمهر بينهما، ألا يكون ذلك شغارا لأنه يترتب عليه المفاسد؟ نعم، قلنا أنه شغار على الصحيح. المذهب أنه ما هو شغار، لكن الصحيح أنه شغار، لأن مضرة المرأة ما زالت، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: خطبت امرأة ووافق وليها ووافقت هي أيضا، لكن وليها اشترط علي ألا أعقد عليها إلا بعد سنة، هل هذا يعد من المعلق على شرط؟ لا، لا، ما هم من المعلق على شرط، وهذا وعد، وعده أن يعقد له بعد سنة، لا بأس بذلك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من كان له زوجتان إحداهما لها عدد من الأولاد والأخرى أقل بكثير، فهل يلزم أن يكون السكن متساويا في المساحة والنوع؟ يسكن كل واحدة بما يكفيها، سكن كل واحدة بما يكفيها، أظن تحتاج إلى سكن واسع لما عندها من الأولاد، وبعضهم ما تحتاج إلى سكن واسع، حسب حاجتها، يعطيها حسب حاجتها، هذا هو العدل، أن يعطيها حسب ما تحتاجه فقط، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعد 10 سنوات من الزواج اتفق زوجان على عدم الجماع طول حياتهم، فما حكم هذا الاتفاق؟ هذا إذا كان يفضي إلى محرم، وإلى أنه يخشى عليه أو هي يخشى عليها، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يعرضهما إلى المحذور، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إحدى القبائل اتفقت على تحديد المهر فيما بين أبناء هذه القبيلة، عند الإخلال بهذا الاتفاق فإن الشخص الذي أخل بالشرط يغرم غرامة مالية يتفق عليها، فما الحكم الشرعي في مثل ذلك؟ الواجب أن يرفع هذا للإفتاء وينظرون فيه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الفسخ يحسب طلقة؟ هل إيش؟ أم لا يعد طلق؟ هل الفسخ يعد طلقة أم لا يعد طلقة؟ يعد فسخا، الفسخ غير الطلاق، فرقة، نوع من الفرقة، لكنهم غير الطلاق، لا ينقص به عدد الطلاق، نعم. وكذلك الخلع، هل يعد طلقة؟ هو الفسخ، الفسخ هو الخلع، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان الزوج لا يصلي مع الجماعة في المسجد وإنما يصلي في البيت دائما، فهل هذا عيب يبيح للمرأة أن تطلب الفسخ؟ نعم، إذا كان يترك صلاة الجماعة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، إذا أصر على هذا يترك صلاة الجماعة نهائيا هذه كبيرة وعلامة النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلها أن تطلب الفسخ منه على يد الحاكم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المطلقة ثلاثا إذا تزوجها رجل آخر ومات أو طلقها قبل الدخول بها، فهل تحل لزوجها الأول؟ لا، لا، ما تحل إلا إذا وطئها،
إذا وطئ الزوج الثاني حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذا طلقها الزوج الثاني قبل الوطئ فهذا لا يبيحها للأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمان يرى بعض الناس أن تخفيف المهر على الزوج يزهده في الزوجة، ويرى أن أهلها يريدون الخلاص منها بأي مهر، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هو صحيح. تخفيف المهر هذا سنة وهو مرغب فيه في كل زمان وفي كل مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان للزوجة مؤخر 10,000 ثم مات الزوج، فهل يؤخذ المؤخر من التركة زيادة على الميراث؟ نعم، هذا حق لها، دين في ذمته، فيؤخذ قبل الميراث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب وزوجها بعدما أسلم على نكاحهم الأول، أم أنه جدد العقد وذلك لطول المدة بين إسلامهما؟ الظاهر أنه أرجعها إليه بدون عقد، هذا هو الظاهر. ابن القيم له كلام طويل في هذا، الله أعلم، هذه مشكلة الحقيقة، مشكلة. ابن القيم له كلام طويل في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لصاحبه زوجتك ابنتي وهي صغيرة، فقال الآخر قبلت. نعم. يقول رجل قال لصاحبه زوجتك ابنتي وهي صغيرة. نعم. فقال الآخر قبلت، ولكن لم يكن هناك شهود وكان الكلام هزلا، فهل ينعقد النكاح؟ النكاح ليس فيه هزل، ينعقد ولو كان يمزح ولو كان مازحا، لأن جده جد وهزله جد. فإذا قال هذا يذهبون إلى القاضي وينظر في هذا الموضوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تأثم الفتاة لرفضها الزواج من شخص ظاهره الالتزام، وذلك أنه لم يعجبها البتة وأحست أنها لو قبلت به ستظلم نفسها؟ نعم، لها الحق في ذلك. إذا لم يرق في عينها فلها حق أن ترفض الزواج منه، لأن الزواج يكون على الرغبة والطمأنينة، ما يكون مع الكراهة ومع... نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول، امرأة هددتها أمها إذا تزوجت من فلان أنها ليست ابنة لها، علما أن هذا الرجل مستقيم، فما نصيحتكم في ذلك؟ نصيحتنا أن تصلح مع أمها وأن تقنع أمها بالزواج منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام مسجد جمع بنا يوم الثلاثاء الماضي الظهر والعصر لأجل الغبار، وصلينا معه واحتج علينا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الحديث، وفيه أن ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته. السؤال، هل فعل الإمام صحيح، وما حكم صلاتنا، وهل علينا الإعادة؟ هذا فعل الإمام غير صحيح، وهذا ليس فيه حرج، الغبار حاصل ولا، وكان الغبار يحصل عند المسلمين، ما هو جديد، يحصل عند المسلمين، ولا أثر أنهم يجمعون من أجل الغبار، إنما الجمع لأحد ثلاثة أمور، إما للسفر الذي يبيح القصر، وإما للمرض، وإما للمطر الذي يبل الثياب وينتج عنه وحل في الطريق بينهم بين المسجد، ويكون بين المغرب والعشاء خاصة، هذه أحوال الجمع. وأما الغبار فعلى هذا الإمام أنه يأتي بنص أن المسلمين جمعوا، أو دليل على أن الغبار عذر في الجمع، وعليه لا بد من إعادة الصلاة، لأن الأصل أن كل صلاة في وقتها، ولا يجوز الجمع من غير عذر، فعليهم الإعادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تزوج رجل امرأة
وتنازلت عن ليلتها للأولى، فهل يلحق الزوج في ذلك شيء؟ لا، هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سودة رضي الله عنها تنازلت عن حقها لعائشة رضي الله عنها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسلمت المرأة الكتابية تحت المسلم فهل تبقى على نكاحها؟ نعم، حتى لو ما أسلمت كتابية، العفيفة المحصنة لو ما أسلمت نكاح المسلم لها صحيح نص القرآن. نعم، فإذا أسلمت فهذا زيادة خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مواصلة الدراسات العليا في البلاد الإسلامية المجاورة، مع العلم أنه يكون في القاعات الدراسية نساء متحجبات ويجلسن في زاوية القاعة، والدراسة شرعية في العلم الشرعي؟ إذا كان كما ذكر السائل أن النساء محجبات ومنعزلات عن الرجال في حيز مستقل فلا بأس بذلك إن شاء الله، والدراسة شرعية يستفيدون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى شركات الاتصال، نعم، يقول إحدى شركات الاتصال، نعم، عندها عرض تسويقي وهو أنه في كل يوم خميس. إحدى شركات الاتصال، أنا لا أفتي في مسائل الاتصالات لأنها مختلطة وفيها دعايات وفيها مراهنات وفيها شرور، أنا ما أفتي فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت البائع 100 ريال، نعم، واشتريت ب50 ريال ولم يكن لديه صرف. نعم، ايش يقول؟ أعطيت البائع 100 ريال، اي نعم، واشتريت ب50 ريال فقط ولم يكن لديه صرف، فهل يجوز أن أخذ الباقي في وقت آخر؟ أصرف 100، أصرفها عند واحد آخر وجيب له ثمن السلعة. نعم، تخرج منها الإشكال. نعم، ولا ينظرك تجيب له القيمة في وقت آخر. نعم، أو خلى السلعة عنده لما تجيب القيمة، المخارج كثيرة ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر بي رجل يريد أن يبيع جوالاً مستعمل بسعر مغر، يقول مر بي رجل يريد أن يبيع جهاز جوال مستعمل بسعر قليل مغر، وشككت في الرجل أنه قد يكون سارقاً له، وذلك لوجود بعض القرائن عليه مثل عدم وجود الشاحن وكرتون الجوال، فهل يجوز لي أن أشتري هذا؟ لا، ما دام أنك عندك علامات على أنه ما لا يملك هذا الجوال فلا تشتريه منه. نعم.